السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي المشاهدين الأعزاء قناة عقارة الكناز، اليوم سنقدم لكم عقار ممتاز. العقار ديال اليوم فهو عبارة على سوبليكس بمساحة كبيرة، هذا الباب ديال الفصيل على الدخلة مباشرة تلقاو المطبخ. لي بلاكار ام دي اف في فوق المسات، هنا تلقاو الصالون اللي هو هذا الصالون الاولاني، ونفس ما هنا تلقاو الكليسة صغيرة على شكل ديال سيجور. هنا عندنا الغرفة الأولانية، سنتكلم على مساحة ديال 160 متر، ثمن المغري المشجع 58 مليون قابل للنقاش. هنا عندنا الماسك لافابو محادي ليه، تلقاو الحمام فيها لافابو فيها رشاش، وعندنا تواليت، وهنا تلقاو الغرفة رقم جوج. البلاكار تيجي كومبلي بالنسبة للتقسيمات ديالو، إذا لقينا الغرفة الأولى، الغرفة الثانية، حمام، صالون، وسيجور صغير، ومطبخ بالنسبة لهذا المستوى. هنا تلقاو الدروج اللي تيهبطونا للمستوى التحتاني، جاي بالنسبة هنايا كامل تقريبا صابونات، وفيه غرفة وحدة. إذن هنا تلقاو الصالون الأول، ما شاء الله مساحة كبيرة، والثمن ديال الشقة، الثمن ديال 58 مليون، راه ممكن أننا حاليا دابا تلقاو شقة ب 53 54 مليون في هذا الموقع. دي سوبليكس مساحة كبيرة بالنسبة للناس اللي عندها عائلة كبيرة، فهذا العقار ممتاز هنا. هنا عاوتاني تلقاو صالون واحد آخر، تا هو ما شاء الله مساحة كبيرة. هنا تلقاو سيجور اللي هو هذا، ممكن انه يتحول على شكل ديال الغرفة، الناس اللي تتفضل الغرف بزاف يبقى الباب ديال هنا. وهنا الغرفة رقم ثلاثة، هكا بالنسبة للتهوية ديالها عندنا من هنا من هاد لاكور، كما ذكرنا راه ممكن الواحد الى بغى يزيد نافذة هنا قنفاس معايا داك الحائط الاخر، الى بغى الواحد يزيد غرفة وحدة اخرى كما ذكرنا ويدير اربعة الغرف، ممكن ان هذا المكان هذا يتحول كذلك الغرفة، راه مستقل من ناحية ديال الكهرباء ديالو والديكور ديال الزخرفة ديال الجبس. الناس اللي تتفضل المساحة الكبيرة، جبنا لكم عقار ممتاز والثمن ديالو جد مناسب. اي استفسار اي معلومه فقط يكفيكم الاتصال بنا باش ان شاء الله ننتقل معكم لاي مكان ونكتشفوا العقار عن قرب. احنا عندنا هنايا الفاسك لافابو، وعندنا حمام مساحه كبيره فيه
لافابو فيها قشاش وفيه التواليت. فقط بالثمن ديال 56 مليون مقابل النقاش. كما تلاحظوا بالنسبه لهذا السوبليكس جي عالي، فيه تبارك الله واحد العلوم اللي هو كبير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.